السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده جايين لكم فيديو جديد من مكانكم. يلا بينا نلف الدنيا. وهنلف فين النهارده؟ بإذن الله هناخد جولة في شارع الحرمين. شارع الحرمين ده من الشوارع المعروفة والمهمة في المنظرة، وهو بيكون شارع موازي لشارع النبوي المهندس. وشارع النبوي المهندس للي ما يعرفوش هو بيكون الشارع اللي في وش على طول كوبري المنظرة، وهو شارع مهم وكبير وحيوي في اسكندرية. المنظرة على وجه الخصوص، وبيكون فيه برضو موقف للمشاريع. وأشهر حاجة موجودة في شارع النبوي المهندس هو مسجد الفتح. حابين جولة فيه بإذن الله اكتبوا لي تحت في الكومنت. ونرجع لما رجعنا بقى اللي هو الشارع اللي احنا فيه حاليا، شارع الحرمين. زي ما احنا شايفين كده ما شاء الله مليان من خيرات ربنا، عصير، يعني محل عصير، خضار وفاكهة، وعربيات كده موجودة، صيدلية، محل للأحذية، ومحل للموبيليا، محل للأجهزة، ملابس سواء حريمي رجالي، كل الكلام ده حاجات برضو خاصة بالصيانة والحاجات العربيات والكلام ده كله، عربيات الفول بقى اللي لا غنى عنها في اي شارع. طبعا شارع من الاحياء الشعبية في اسكندرية. بعد كده بقى هنلف من شارع الحرمين شمال، ندخل شارع الملك، وهنتفرج وهنشوف الحاجات اللي فيه، وهنفضل ماشيين فيه لحد اخره، لحد ما نوصل لكرم الشام اللي على قمته، واللي بيكون في وش اسوار المنتزه. جولة خفيفة كده ان شاء الله تعجبكم. ومنساش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس ده كله عشان يوصلكم كل جديد. واكتبوا لي تحت في الكومنت حبيتوا الفيديو ولا لا، وايه اكتر فيديوهات بتحبوها، وحابين فيديوهات عن ايه تاني. كده داخلين على شارع الملك زي ما قلنا، وهنفضل ماشيين فيه لاخره لحد كرم الشام اللي بيكون قدام في وش على طول اسوار المنتزه. لو مشينا يمين كده هيكون في اتجاه ابو قير، لو مشينا شمال هيكون في اتجاه المنظره. اكاديميه الاسكندريه للاداره والمحاسبه. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.